ولتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العراق ودور الفساد في تردي هذه الأوضاع، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، كشف معهد تكساس الأمريكي للدراسات أن الفساد الحكومي يضرب جميع مؤسسات العراق. انطلاقا من ذلك، كيف انعكس هذا الفساد المتفشي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهديها والعاملين عليها. قضية الفساد في العراق متجذرة، والذي أسس لهذا الفساد هو المحتل الأمريكي عندما جلب هؤلاء الفاسدين ودعمهم سياسيا، ولا زال حتى هذه اللحظة. وأسس للفساد مؤسسة حقيقة تشبثت في امتدت جذورها في كل الدوائر العراقية، وأصبحت منظومة مافيا متكاملة لديها السلطة والمال والسلاح. هذا المنظومة الثلاثية التي تسيطر على الوضع الاقتصادي في العراق. فنلاحظ أن الأمور الاقتصادية وخيرات البلد موزعة ما بين هذه الميليشيات والأحزاب والأفراد والمسميات، وبكل تأكيد هناك حماية واضحة لهذا الفساد المنظم الذي أوصل العراق إلى هذا الحقيقة الحال المزري الذي أصبح فيه المواطن ضحية لكل هذه المافيات التي تنشب بجسده في من كل حدب وصوب. نعم. يعني للحد الذي لم تستطيع ما تسمى الحكومة العراقية الحالية من دفع الرواتب، واضطرت إلى الاقتراض. وهذا الاقتراض الداخلي هو أيضا نوع من أنواع من إقرار الحكومة بالفساد وتشجيع الفاسدين على السرقة. لو أخذنا الأمر بمعكوسه، فأن هؤلاء الأشخاص من أين لهم هذه الأموال الذين يستطيعون أن يمولوا الدولة العراقية لدفع الرواتب لأي مبلغ كان. فالسؤال من هم هؤلاء ومن أين لهم هذه المبالغ، ولماذا نلجأ إلى السراق واللصوص لنمول الدولة؟ أين موارد الدولة التي نهبت بمقدار 1015 مليار دولار خلال السنوات التي سبقت عام 2020 أو 2019؟ ولا زال الأمر جاري لحد الآن. من عكس على المواطن أنه لدينا اعتراف دولي بأن العراق هو الأكثر فسادا، الحكومة العراقية الأكثر فسادا وليس العراق. العراق حقيقة ربح الله الذي لن ينكسر، ولكن سلط عليها هؤلاء اللصوص الذين يحظون بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، من النظام الملالي في إيران، من منظومات أخرى مستفادة من هذا الفساد المتفشي في جسد العراق، إلى أن أصبح نسبة الفقر في العراق تتجاوز 40%. هذا نحن نتحدث عن المعذرة على المقاطعة في هذا السياق، إلى أي مدى تظن أن جائحة كورونا كشفت المزيد عن هذا من هذا الفساد، خاصة أنها الكثير كان هنالك الكثير من التقارير عن تضرر أصحاب الأعمال اليومية والأجور اليومية والمحال التجارية؟ جائحة كورونا هي حقيقة أصابت كل العالم بالضرر، ولكن الضرر عندما يكون في دولة متماسكة الأطراف، لديها منظومة واضحة، قوانين واضحة، لديها مصادر تمويل، لديها رقابة، لديها منظومة صحية متكاملة لا يشوبها الفساد، قد أصابها ما أصابها. فما بالكم ببلد يشوبه الفساد من رأس الهرم إلى أصغر موظف إذا صح القول في هذه المنظومة. أعتقد أن الضرر سيكون مضاعف ومضاعف بشكل كبير، لأنه القائمين على هذه المؤسسة أو هذه الحكومة همهم الوحيد هو الكسب من السحت الحرام على حساب المواطن العراقي، حتى في هذه الجائحة وحتى في استيراد الأدوية وفي استيراد الأجهزة.
الاستفادة من كل شيء، حتى من مرض المواطن ومن موت المواطن. لاحظ أنه حتى قضية دفن الجثث أعطيت لأشخاص والميليشيات محددة، لأن هذا الأمر الذي لا يخشى، لا يوجد قانون يحاسبه، وليس لديه ضمير أوازع يردعه عن عمل السوء، سوف يكون بهذا الوصف. ربما أبشع، وأبشع ما وجدنا أنه تتم المتاجرة حتى في أرواح الناس. يعني هذا الأمر حقيقة مؤلم ومؤلم جدا. لطالما بررت الحكومات المتعاقبة الأوضاع الاقتصادية بمحاربة الإرهاب، ما مدى صحة ذلك؟ وهل فعلا نجحت في الجانب الأمني على حساب الجانب الاقتصادي والمعيشي؟ والله يعني هذا الموضوع حقيقة مضحك. يعني أي إرهاب الذي يحارب بالإرهاب؟ القضية الجانب الأمني، هل العراق آمن الآن؟ هل المنظومة الأمنية متكاملة تستطيع أن تكشف مدى التدخل الجانب الإيراني والميليشيات الإيرانية؟ وهناك ميليشيات مسلحة طافت بغداد بأسلحتها معاندة الحكومة لإطلاق فاسدين تم إلقاء القبض عليهم بتهم الحكومة اتهمتهم بها، واضطرت هذه الحكومة الموقرة التي تدعي أنها شفافة وأنها جاءت لتحارب الفساد بإطلاق سراح هؤلاء الفاسدين. فإذا نحن نتكلم عن شيء لا يوجد فقط مسمياته. يعني نتكلم عن الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب. أي إرهاب الذي يختطف متظاهر ويقطعونه إربا إربا أمام أنظار العالم ولم تقدم الحكومة على شيء. ثوار تشرين لحد الآن يقتلون ويشردون ويضربون ويختطفون، والاختطافات على قدم وساق. أي واحد يعارض المشروع الإيراني في العراق ومشروع الفساد المستشري في العراق، وحتى وصل الحال إلى البرلمان، وكلكم سمعتوا البرلماني الذي يتحدث عن أنه كيف محاربة الفساد، وأن هناك أعضاء في البرلمان يهددونه إذا اكتشف أسمائهم. الأمر الآخر، لاحظنا أن الأمر أصبح المجاهرة بالفساد أصبحت سمة من سمات هذه الأحزاب التي تدعي الطهر وتدعي أنها إسلامية بانهلالين، وتدعي جاءت لإنقاذ المواطن العراقي الذي أصبح يئن حقيقة وضحية لكل هذه المنظومة المتكاملة من الفساد. يعني الآن عندما يخرج المواطن يريد أن يعرف مصير الأموال المنهوبة، هذا بعثي وهذا من أتباع النظام السابق وهذا تابع للسفارة الأمريكية التي سيقدسونها وهي لا تتبهم. إذن نحن نتحدث عن تكميم الأفواه، عن سرقة القوت الشعب وقوت المواطن البسيط، الإكثار من عمليات الاستيراد التي لها أول وليس لها آخر، التفكير بمصلحة الدول التي مولت هذه الأحزاب قبل مصلحة المواطن العراقي وتقديمها بشكل واضح على مصلحة المواطن. وأفضل دليل هو ما يحدث في وزارة الكهرباء والعراقية، اللي صار 17 سنة نسمع أنهم سوف وسوف وسوف، ولحد الآن لم يؤمنوا شيء. مع العلم صرف عليها مبالغ تؤسس منظومة كهرباء تنير الوطن العربي كله من المغرب إلى العراق داخل. يعني شكرا. هذا الأمر كله، والآن المواطن يعاني من نقص الكهرباء، لأنه يجب أن نعطي الحق حقيقة لأهله، أنه هؤلاء الناس هم قاتلوا مع العدو الإيراني للعراق 8 سنوات بالسلاح، والآن يحكمون العراق. فهل تتوقعون منهم أن يرحموا مواطن عراقي الذي كانوا يقاتلونه علنا بغض النظر عن معارضتهم للحكومة العراقية؟ لكن هم قتلوا من العراقيين وقاتلوا مع إيران، إذن ولاءهم لإيران. شكرا جزيلا لك. أشكرك الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال أدليمي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.